تروي لا شوف زعل حالة اصحى وما بتخطر على بالك لو عرفان اللي مخبالك لكن ترديك الثورة سماها وصارت دورناها خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بك الحني عصبت عرفت الخبري ورجعت هدي خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بك الحني عصبت عرفت الخبري ورجعت هدي شوف زعل حالة اصحى وما بتخطر على بالك لو عالبال اللي مخبالك ما كنت رديك الدورة سمناها وصارت دورناها الكاميرا ودار دورت عليها ويا خسارت تعبت مليت تعبت مليت. يسعد اوقاتكم مشاهدينا، بنرحب فيكم بحلقه جديده من دروب وهروب. اوكو تنسوا مشاهدينا ببرنامجكم دروب وهروب كل يوم في معنا مقالب جديده. خلينا نشوف الشباب شو محضرين لنا لليوم. يلا جهز يلا. تفضل استاذ. يلا السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. حياتي. اهلا وسهلا. كيفك؟ تفضل. شو اخبارك؟ لا اقرب لك معلش مشان هيك يصير في ايه امرك اخذه عطا. يلا يا رب. انا كنت تعبان بس عم. لا والله ما في تا ولا شيء بس استاذ عمار وين؟ عمار خطيب؟ ايه. امتى حكى معه؟ يعني دور تقريبا. ما مشكلة خلص فوت. انا قايل عنك. يا شو موجود يعني؟ هلا بيجي هو هلا بيجي. هلا بيجي. على خير يا رب ان شاء الله. يعني موضوع ككل عندي انا اسمي سعيد الحناوي. اهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. انا مدير الشركه هون. كنت برا مسافر هلا جيت وحابب اعمل دراما انتاج. ايه مو غلط. في عنا عمل تلفزيون 30 حلقه لرمضان اذا الله رضى هي السنه. عملنا هيك شوي فانتازيا. فانتازيا مودرن. اسمه فرفشتي وهي صني. عارف فيك شباب كله شباب العمل. ايه يعني شباب وصبايا وروحات وجياب سيارات تشفيط وهيك قصص يعني. ايه فانا عم بكتب الشخصيات في شخصيه يعني ما عم بتخيل حدا غيرها صراحه يعني 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 صراحه ما عم بتخيل حدا غيرك فيها. وانا عم بكتب هي ملامح والنظارات واللي انت ابدا سبحان الله يعني. الله يخليك. الله يسلمك يا رب. ايه بس قبل ما نحكي شو شربك؟ قهوه. قهوه ساده. مرحبا يا احمد. حبيبي قهوه ساده. ايه يا قلبي ايه. يلا استاذ رياض. ايه دبل ساوي خليه مخمخ عليها. يلا من وقع عقد اليوم. ايه حبيبي الله معك مع السلامة. بس احكي تليفون ماشي. هاي سوسو كيفك يا قلبي؟ اليوم اجت الشخصية يلي انا راسمها كرمالي. ايه استاذ رياض كبرى حاجه بقى عنجد عم تحكي؟ خلص معناتها هو. يلا الله معك مع السلامه. استاذ بتموت عليك يا سوسو بتموت عنجد. هو بده يكون بالدور تلاقيه والله يعني. بس اشوف التفريغ انا بموت. رياض كبرى. استاذ عندك بالعمل تقريبا
شي 280 مشهد. شخصية من جلدة لجلدة. على خير يا رب. اسم الشخصية كي رابع حيكون اسمه سامو. سامو؟ ايه اسمه بعمل سامو. سامو. بتسوق سيارة استاذ؟ ايه بتسوق. كشف؟ والله ما جربت الكشف بس بسوق. بتسوق يعني؟ ايه. خرجت تشفيت؟ وين؟ بالسيارة. بأي شارع؟ بأي شارع وين ما كان؟ احنا عم نلاقي لك شارع فاضي وتشفت فيه. ايه شارع فاضي ايه اما شارع فيه سيارات صعب. ممكن احنا نمشي السيارة على دولابين؟ شي لقطة من الأطفال. والله بدك تجيب لاعب بهلوان مو أنا. على دولابين يا رجل. مش عن الأكشن يعني. الأكشن لحاله بيجي. أستاذ. هلا سمرة. والله ما بدي. يخلينا يا سمرة. يا سمرة. شلونك؟ أبو سعود. شلونك؟ إن شاء الله بخير. أستاذ رياض كيفك؟ والله الحمد لله. خليني أقعد جنبك أنا والله مشتاق. خلينا ياك يا أستاذ رياض. يسلمك يا سمرة. أي الأستاذ أبو سمعو. سرير حدا دق لك اليوم؟ لا والله بس في شغله هيك انا ما بعرف اذا قاطع حاطكم. لا ما في شيء صوت. استملي عينك انا عم توزع مسلسلات وكذا ادوار. ما حدا كشني ما حدا دق لك. لا 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 جيت لحالك. انت بتعرف سرير انا ما بستقبل حدا بدون موعد. هلا انت صاحبي وعلى عيني وراسي. ايه هلا جيت انت مش الحال يعني كنا عم نحكي موضوع قطعتني. انا اسف بس قلت لحالي والله يا يلا ان شاء الله ما تعيدها ثاني مره. ولا يهمك بس انت حالي انه بتعطينا يعني رحنا بشفاعه الاستاذ ابو سمعو. المهم استاذ رياض هذا الدور يعني ما عفوا دور سامو اللي عم لك عليه 280 مشهد. هو ابو سمعو بباب الحاره استاذ رياض. لا 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 سمير سامو دور سامو عندي بعمل. سامو فكرت انه ما بعرف يعني ضايقتك بشيء؟ لا لا عادي عادي. سامو طالب بكالوريا حبيب. هذول الشباب القوى سناسل ساعات. موافق. والله حلو. يعني خاصة هذا جوي انا سمرة الله يخليك طول لي بالك شوي بس نسمع بس عن الطالب عنك عم يحكي دور استاذ رياض. استاذ رياض بده ياخذ طالب بكالوريا؟ ايه يا محمد اشتغل فانتازيا مو دورنا انا. الدور لك دور طالب بكالوريا وطول الوقت شايفينه ببدلة المدرسة وحامل كتبه طبعا بدلة المدرسة حنساوي هيك مفتوحة ومسك طاقية هيك لورا وطول الوقت استاذ رياض كبرى سمير مو معقول نحكي بس انا بدي افهم منك شغلة يعني انت بدك تعطيه هالدور ايه طبعا لك بس طمني على نفسك هي عقلتني بدها دور كمان فاضي لأنا ايه استاذ كمل بليزنا خرجت على هي الشخصية طالب بكالوريا ايه ساعدك فيها ساعدني فيك طيب اشتغلوا انت والله يا ريت انا والله ما عندي ادوار والله ما عندي ادوار لعمره بصراحة يعني. لا المشكلة انه طالب بكالوريا بهالسن هذا لا بهالسن ولا بهالدرس مرة لي اياها باللي بالك مو معقول يا استاذ انا عم تحكي جد لا لا عم بحكي جد عن جد عن جد عم ايه انا عندي دور عم لك 280 مشهد طالب بكالوريا حبيب وطول الليل سهران على الفيسبوك وعم يفتح كاميرا وعم يحكي مع الصبايا اللي بحبوه بلاقوا ما ماشي بالطريق بنات عم يحبوه قلت الاستاذ عرياض ما عنده فيسبوك مساوي له فيسبوك وين المشكله عندك فيسبوك استاذ لا ما عندي فيسبوك اليوم عم لك صفحه بعمل لك حسابك فيها بما انه تمثيل وتمثيل مثل انه عندي فيسبوك بعمل له واحد بلا ما تعمل لي السر على عرضك مشان تراسل يعني شو تراسل؟ تحكي على الانترنت انا ما وافقت لسه لا يعني ما بدي اخلي العالم تضحك علينا ليش يا استاذ؟ ليه؟ انا باخذه مهما مدت الفانتازيا يا استاذ ما فهمت له انا عم بتفق مع الاستاذ سمير انت صاحبي وعلى عيني وراسي اما تدخل هيك على الخط انا يعني واحد غيري كان طيب ولا دور ما عندك ولا ما عندي ادوار ما يا زلمه في 15 سنه ما هلا هلا بنكتب لك شهد لك علي الاستاذ اكتب لي دور يا استاذ رياض طب ما هذا ما له اهل هذا الدور ما له اهل ما له انا شايفك مش شخصيته يعني انت حتجيب طالب البكالوريا وحتى اللي ما عنده شهاده
منركب وشغلتنا نجيب ماكينة. ايه لك منركب شعر ومركب كل شيء يعني. فأستاذ رح نوقع عقد هلا؟ لا استاذ. ليش؟ صعب كثير. يا معلش عفوا. طيب انا مقاطعة بتشان سمير سمير يشتغل يا ريت سمير اللي يشتغل عندي انا كرمال الاستاذ رياض بدي اياك تعطيني دور وخاصه يكون من احد اصدقائه او اهليات الاستاذ رياض بالعمل. طيب خلاص يعني يكون صديق طالب. طيب مثلا لا في عندي دور عم اكتبه هلا دور والده لسامو يعني حتكون ابوه بالشغل. يا ويلي شو التفارق الطبقي يا الله طبقي هي الطبقات اللي انت لما تحس فيها الواحد انه بده عم يلعب شخصيه كثير صعبه. ايه هي الفانتازيا الانتروبولوجيه بالشخصيه. بس شو هو حيكون والدك بس هو اكبر مني وفي مشهد هلا خطر ببالي. تكون انت قاعد على فيسبوك والكاميرا شغاله قدامك بنت حلوه بفتح عليه باب بفتح عليه الباب وبتشوفه عم يعمل شغل وببهدلك. شوف الاب شلون عم يبهدل ابنه. حلو حنشوف هذا الشرخ بين الاجيال. هلا هذا الشرخ هو انا اكبر مني وانا اكبر منه يعني انا هيك شلون بده من كبرك نعمل لك تجاعيد نعمل لك قصص بيبي فيس انا. لا تخاف لا تخاف يعني دور راكب عليك دور راكب جاي على بالي ركب دقن هو بتكبره ايه وانا انت ما بدك لا كبير ولا صغير لا ابدا راكب عليك ايه انا كبره ايوه الحزام الطاقيه والنظاره ايه؟ من هون خففهم الاستاذ ايه ببين طالب مراهق هلا يمكن نضطر نحلقهم لشو الشوارع صعب ليه ملتزم بعمل ثاني لا راكون لا 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 لا, لا. مشان اولادي ما بيعرفوني بعدين اذا انت شو يا عم حكيك استنى فانتازيا اوكي انا مش معك استاذ هدول ال 280 مشهد عليهم 400,000 ليره يا ربي انا قد ايه حتحسب لي شيء ما صح 280 مشهد 400,000 مباشرة هلا انا بعمل لك عقد 100,000 سلفة بس انا عندي شروط ايه تواجد عندي باللوكيشن الساعة 5 الصبح مشان نكون جاهزين انه كمرتنا 12 بدنا نحرق الشوارع والتزام بالدور المكتوب يا استاذ ما بصير ترتجي والشاي والقهوه اللي بتشربون على حسابكم كويس بنجيب معنا من البيت ما بتفرق انا معي انا بحب الزملاء تجيبوا لانه ليش الانتاج فقير؟ لا مو انتاج بس احنا استثمار يعني عاطينا اي بدي ارتزق انا كمان والله حلال عليك والله ما ترزق انزق مزبوط في دور هي اللي حكيت لا هي حكيت معنا هلا قبل شوي لما عرفت انه رياض كبره اوه جن جنانه جن جنان قالت لي هو اللي يكون حبيبي بالمسلسل قالت لي ما بدي غيره وهي هي تكون بنت المنتجه تفضل هي راح تجن هي راح تجن هي راح تجن اكيد ليه؟ لانه مو انا اللي راح اشتغل معها لا يا استاذ هيك تفشلنا والله صعب يا استاذ ليش يا استاذ؟ والله صعب كثير استاذ هو 400,000 هذا الدور واذا 400,000 يعني مغنيين؟ ما بعرف انت قلت اتصلنا فيك وانت اللي بدنا اياك بالتحديد بالضبط ما عندك خلفيه شو انا شو كنت استاذ شو شاغل؟ استاذ كان معنا عدام عن التلفزيون ايه شو شاغل مسرح؟ حلو وين شاغل مسرح؟ وين صحيح؟ استاذ استغفر الله نار على العالم مو معقول مو معقول انا ما يمكن شفت له دور واحد استاذ سعيد يمكن ما خبرك كان دا عم يدرس برات البلد ايه انا شفتك بباب الحاره بدور ابو شو ابو سامو راح على بالي دغري سامو ابو سامو سبحان الله ركبه سامو ابو سامو بباب الحاره ايه فانا شفتك بهذا الدور وقت كنت عم بكتب صراحه وخلاص قلت هذا الدور راكب عليك ايه صعب والله والله مع انه انا والله لي الشرف اخذ دور ابوك يا استاذ ايه ما شفتك يا بنتي شوف الاستاذ عمار شو بيقول لك شو كذا عفوا بس كيفك يا قلبي؟ شو اخبارك؟ حياتي انت والله انا اخبرك تعملي لنا صفحه للاستاذ رياض كبره اليوم على الفيسبوك وطبعا اليوم احنا عاطين 100,000 للاستاذ سلفي حنوقع عقد اذا الله راد وافق الو تحكي معه؟ بغار انا يا قلبي مرحبا والله ما شاء الله علي يعني يا رياض هيك مني اخذت دور ايه حزري من ابني استاذ رياض كبره وحياة الله لك ايه لك اول مره باخذ دور بطوله بحياتي خي احكي مع المخرج مو مصدقه مرتي ايه كيفك مدام شو اخبارك
شفت على الدور اللي اخذوه؟ ابنه بالعمل رياض كبرى. وبعدين؟ لك ايه ايه رياض كبرى حيركب بالسياره البورش وحيشفط فيها والصبايا يلحقوه. سامو سامو هيك حينادوا لك طبعا. ايه ايه مدام. ايه لا داير بالي عليك خلاص يلا يلا اوكي الله معك مع السلامه. والقميص الفسفوري الفسفوري بيضرب عندي على الكاميرا. ايه لابسك بنطلون جينز ضيق ضيق مش اقوى مش اقوى مش اقوى هيك استاذ وحبك هي فولارات مش عارف سبايكي ما في مشهد انا عم بعطيه خرجيه الصبح؟ لا في مشهد وقت شفته عم يحكي على الشات انت منعته من الخرجيه امانه اي والله وفي مشهد هذا اصعب مشهد عندي وقت وقت القتله بالخيزراني يقتلني لك كثير طيب والله والله بخجل انا اي لا تمثيل لا 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 تعذرني اه بس لا تقوي لا امرك يا الله والله تعطينا هويتك استاذ بعد اذنك تفضل بعدي حامله والله تفضل مش معقول ما حامل هويتك ما بحمل هويه انا ليه؟ انا بمشي بالشارع انا الهويه انت بتعرفني ولا ما بتعرفني؟ تفضل ايه خلاص هلا هلا بوقع اقعد انت معلش استاذ عمار رح يجي ولا ما رح يجي؟ شو دخل عمار؟ انا بدي اشوف عمار بنشتاق له بدي اشوفه وسلم عليه وامشي عمار بيشتغل عندي لك عمار بيشتغل عندي عمار بيشتغل عندك؟ طبعا انا الامر انه الو يلا جاي ايه حبيبي اعذرونا لا لا اجاني تليفون ما بدي يستر على العرضه خليني امشي انا وصلت معي لهون ليش استاذ يعني لهون وصلت معي صحيح شايفني قاعد مهدي بس من جوا عم بفرق فرق ليش استاذ انا شو ليش عم استاذ فرصه تفرو عني يا استاذ يا استاذ استاذ سمير يا استاذ يا استاذ فرصه عمري معلش حبيبي 450000 هديه مني لك بالعقد انا ماني شايف غيرك والله لو كانوا 450 مليون الله انا بهيك دور ما بشتغل لا يا استاذ والله بغير عمل لو اعطوك 200000 ليره دغري حتوافق مين اللي قال لك الحكي انا بعرف هيك قال سمير ما امبارح هيك قال عمار والله استاذ بيعطي عمار ايه خليه يجي عمار ويعطيني هذا المبلغ بقول له على عيني وراسي بس مو هذا الدور ليش استاذ انت هلا عم تنزل لك شو عم تقول لي انت طالب بكالوريا شو عم تقول لي طالب بكالوريا وين المشكلة؟ تعرف قد ايه عمري انا؟ قد ايه استاذ؟ انا عمري 60 سنة وثلاث ايام ما شاء الله ان شاء الله العمر تحديدا يا استاذ انا بدي ارجع انت ليش معصب يا استاذ؟ روي هدي علي هدي علي اذا الدور اذا الدور ممكن احنا نعدل لك نساوي سنة اولى جامعة ما عندي مشكلة بس انا بدي اياك انت الله يخليك اعتبره ناجح والله ما بتنتج البنت ما بتنتج لي العمل اذا اجيت انت والله ما بيت عليك شو مسوي لك يعني؟ بدي اياك انت حاببتك سلم لي على جدك سلموا لي على جدك الله يخليك يا استاذ رياض انا ما بدي اقطع زعلان استاذ رياض الله يرضى عليك ما بدي اقطع زعلان الله يرضى عليك يا استاذ انا بدي اياك انت بالدور انا ما بقدر انا ما بشتغل هيك شوي يا استاذ انا لو سمحت لا استاذ لو سمحت انا 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 مقدر وضعك وكذا بس انا بدي اياك انت شوف ما شاء الله ها ورجيني شوف الفيس يعني كثير إذا أنت ما اشتغلت وسمير ما حيشتغل صراحة لا يشتغل أنا أعطيه دور أبوك أما أنا شلون بدي أعمل نفسي أخذ دور أب دور أبي عم تهيني عم تهيني بمكتبي استقبلتك أنا وفتحت لك المكتب وخليتهم يجيبوا لك قهوة أستاذ وبالأخير تفشلني لا أنا هيك أستاذ رياض يا أستاذ رياض يا أستاذ رياض ليش بدك قهوة حق القهوة 1000 ليرة 1000 ليرة أنا هيك شربت قهوة وايد مع 1000 ليرة بعتها جامعة لا لا إذا بتريد لا لا بعتها جامعة شغيلك سكروا لي البواب يا شباب إذا بتريدوا شو سكروا البواب سكروا لي البواب إذا بتريدوا تعال لهون سكروا لي البواب لا ما بصير تطلع أستاذ يا أستاذ روي ما بصير لا أستاذ يعني الله يخليك بدي حق القهوة سكروا لي هالبواب يا شباب صارت عندي سرقة صارت عندي سرقة يا شباب وصل لي بالأمن أنا بحكي لك صارت عندي سرقه انا ما استاذ استاذ ما بعرف برا هيك يعني انا صارت عندي سرقه هون سكروا لي البواب برا وما بعرف يعني والله لو دارس بده حديد كان استاذ يا استاذ ما بصير اطلع ليش بس انا مستعجل بس خليني اشوف شو التاجر في بقلبها اذا بتقدر بكي طار عندي شيء ايه بكي طار عندي شيء عفوا منك استاذ وين بدي اطير منك هون كان في مفاتيح ما عاد لقيته مفاتيح الخزنه ايه معي في مجال لا الحاني على الأمن لا لا استاذ نزل ايدك نزل ايدك اياك ترفع ايدك اياك ترفع ايدك ها نزل ايدك اعطيني اذا بدي اذا بدي اعطيني الشنطه اعطيني الشنطه استاذ ما بطلع من هون ما بطلع من هون استاذ بعدنا شوي خلينا نتفاهم اذا بدي اعطيني الشنطه سمير الله يخليك استاذ اعطيني خلاص بقى طب استاذ بدي لك على شغله بس اخر شغله عفوا منك استاذ نحن كنا معك ببرنامج كاميرا خفية كاميرا خفية كاميرا خفية مو لا لا طب اول ما تستاذ هلا توقفنا ها
الله خلي لي اياك على راسي استاذنا انت. خليني اياك يا رب. ده فرشتك على ريدي. تفضل تعال استاذ تفضل تفضل كمل قهوتك استاذ. اهلا وسهلا شريف. روي ليش تزعل حدا بس حومة تخطر على ايه. ثواني ثواني برجع بحكيكي. زين شو عم تعمل هون؟ كيف حبيبي؟ شو اخبارك؟ شو عم تعمل هون؟ هذا ورا انت؟ قاعد هون انا. شلون قاعد مع انت حبيبتي يعني هي اجت لعندي. هي اجت لعندها؟ قالت تطلع ليكم اسال اسال الشباب. شو بدي بالشباب؟ انا عم بحكي معهم. هي هن الشباب. شو هن ليش قاعده معه؟ هي اجت تسلم علي. شو دخلني انا؟ عم تسلم هيك من حالها اجت تسلم عليك يعني؟ في شيء؟ ايه والله في ما يعني الزلمة قاعد مع حبيبتي معقول؟ شو دخلني؟ ما بعرف يعني شو بنت اكبر منك؟ عينك عينك لقطك معي يعني؟ لك سأل الشباب شباب هي اجت هي اجت هون قعدت رجعوا لي لورا انتو؟ شو؟ شو مشان يعني؟ كبروها ابدا خلص ما في انت خليكي ساكتة ما دخلني انا زين انا مستحيل اعمل هيك فيك ما بعرف شو الشباب شو بتصرف معه امشي امشي معي على جنب امشي يعني. امشي على جنب امشي معي شو دور بالك لك امشي معي يا جنب قاعد مع حبيبتي الزلمه يعني معقول هي لا والله هيك خليكم انتوا انتوا كلكم خليكم ساكتين شرف معي طيب امشي يلا لك معه يلا امشي يا معلم اجت عندي لك يا حبيبي امشي معي الدنيا شغله امشي معي احسن ما هلا بكبرها لا انا شفتك بعيني قاعد معه لك ما دخلني انا استغفر الله العظيم عم تهرب من انا حبيبي هي اجت والله العظيم عم تهرب من انا خلص معناتها انا خلص لا في بنت تجي عن شاك دق لي والله هي عامر دق لي للشباب دق لي للشباب خلينا نجوا لا لا ما في داعي اخي انا غير بخناقه ما بمشي حال دق لي للشباب يلا خلص خلص ما في داعي وينه دق له هي وينه علاء حبيبي كيفك ما في داعي شري علقه علقه تعال شو علقه حبيبي علقه ليش علقه انا بدي اعلق طب ليه لسه خليكي ساكته الزلمة قاعد مع حبيبتي مارق انا وبلاقي قاعد معه كمان كان مش لايده كان مش لايده كمان ايه كان مش لايده بضمها والله ما ايه لا لا هيك عينا وين عم قرب 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 تعال عندي ليه اتكترتوا علي طيب شو حبيبي ايه ايه ليه لا تضرب معك كاميرا خفيه حبيبي كان معك كاميرا خفيه ايه بس اعمل لي فايل الكاميرا روي ليش تزعل حدا بس حومة تخطر على لا زعلتك ليش هيك هيك تطبب هيك تطبب هيك شغل نحن انت يا لا بالاخر استنى شوي طيب شو استنى شوي اسمع نشوف بنفسه لا انت يا هو صح هذا صح تلعب بالموبايلات تشتغل بال ليه كسرها ماما بالموبايلات شو عمامة عمير الموبايلات موبايلات قد ايش صلك تشتغل بالبنت صار لي 4 سنين انا بتعرف قد ايش صار لي الموبايلات قد ايه معلم هلا انا قطعت اجيت وقطعت يعني قعدت 15 سنه بعدين انا هلا عمري شيء زي بعض احكي له قصه حياتك صدق اخي هلا خليه خليه خليك معي انت خليه يشتغل فيه هو مش هيك انت هلا اخي تشتغل جوات مسروقه نعم ما مشكله ايش بعطيك نسبه ما بدي نسبه شو موبايلات مسروقه مضبوط يا عمان مالي مصلحة شلون مالك مصلحة؟ مالي مصلحة انت لك مصلحة ديك المرة مو انت اللي اشتريت كذاب عينك شو انا وينه هذا الشاب؟ طب علقتك في شاب الزمانات كان موجود شافك انت شافك شافك انا كنت عم تاخذ موبايل جالكسي مسروق باخذ حاجة بس صلح موبايلك ايه عم تاخذ صلح موبايلك شوفه يا عيني عليك 10 سنين شوف تقبلني ربك يا معلم وين تشتغل قلت لي؟ بلاش يعمل اخي يعمل اخي يعني انت شو عملت لي زلمة صلح وصل لك 4 سنين زلمة ما بعرف شيء بتعرف شيء على الموبايلات اول مره بحكي موبايل شو هاي كمان يعمل اخي زلمة شافك عم تاخذ موبايل جالكسي مسروق اشتريته ب 15000 MTN جالكسي MTN كذب شلون كذب شو انا بحياتي ما اشتريت موبايل مسروق يا اخي هلا بجيب لك الشاب اللي شافك وشافك انت شخصيا جيبه مو كان اسمك احمد؟ نعم بلا هيا عين عليك اسمك احمد جيبه جيبه معلم جيبه شو بدنا الشاب شافك عم تاخذ موبايل مسروق لا لا شو
موبايل ابيها انا ما بحياتي ما اخذ موبايل مسروق شلون ما انتوا اخذين موبايل عم تاجوا موبايلات مسروقه عم تاجوا موبايلات مسروقه يا زلمه السؤال مسخره هاي موبايل هون هلا بنخلق كان في موبايل ايفون 3 جي اوف اس اف اتش تي سي مهم كثير حقالي لازم نجيبه هو ساكر لا هو اللي صار لا اخي هو اللي صار الموبايل اعطي رقم ما حدا يطلع طارق اعطي رقم علمي يا طارق تعال شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ في موبايل فتشو شو في استاذ عامر خير استاذ طارق في واحد هون كان عندي موبايل اس اتش تي سي ايفون 4 بعد شوي حل القصه اخي انت انت صار موبايل ايفون كان هون طب شو انا وايفون قال لي معلم قال لي معلم شو قال لي معلم شو قال شو قال قال لي معلم انا شوف يلا هذا وين موبايل وين وين موبايل وين موبايل وين معلم هذا صار عندنا موبايل اف اس تي سي مهم ابيض وين طلع 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 شو يا عم بحكي مع معلم بحكي مع معلم يا معلم يا معلم بضربه ضربوه شو مسكه بعده بس يلا ضربوه ضربوه شباب معلم عم يضرب بعده روي لا شك في الحالة أصحوما تخطر على بالك لو عرفاني اللي مخبالك لكن تردي خطة ورسمناها وصارت دورناها الكاميرا ودارت دورت عليها ويا خسارة تعبت مليت خباي الكاميرا وخفيت عم ترصد بك الحني عصبت عرفت الخبري ورجعت هدي خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بك الحني عصبت عرفت الخبري ورجعت هدي روي لشو تزعل حالة بس حوما بتخطر على بالك وعالبال اللي مخبالك ما كنت ردي الدورة سمناها وصاري دورناها الكاميرا ودار دورت عليها ويا خساري تعبت مليت تعبت مليت